لو الحكايه فيها ان فيجو حضرتك اللي جاي من الشغل خلصت شغل خلصت التمرين في النادي مركز شباب عبدينا فجيت من عبدينا لواحد صاحبي نسيت عندنا في بلعه نظافه الكهرباء فسبته وبعدين وصلت لغايه المترو فجيت انزل المترو فلقيت الباب مقفول فروحت عشان اركب التاني سلم التاني فسمعت انفجار يعني انفجار رهيب جدا قلت الانفجار ضربت على وشي فجاي عشان اقوم ففي يافطه تحت المترو وقعت ورايا من لما وقعت انفجر جامد فيها رمض وكده انفجرت انفجرت فكرت في انفجار ورايا قمت اجري اتجاه العربيه الانفجار كان ما كانش داخل العربيه حضرتك الانفجار كان بين العربيه والسور لان حضرتك العربيه سيت صغيره لو كان الانفجار جواها كانت العربيه انفجرت قوه الانفجار في ازاز كتير اتفرقع بتاع محلات حضرتك لكن بقول لك الحقيقه ما فيش انفجار جوه العربيه كان بين العربيه والسور لان السور اتخلع من مكانه السور اتخلع من مكانه لو كان جوه العربيه كانت العربيه انفجرت يعني قطعت كذا حته كان الساق اتقطع لو كان تحت الكابوت اتقطع لو تحت الرفرف كانت شال برضه حضرتك شفت حد احنا معانا حاجه ادله من القنبله شفت حد من المصابين حضرتك حضرت المصابين هم الخمسه اللي بيقول 13 12 16 لا هم الخمسه حضرتك المصابين بواقي جوار حاجات بسيطه لكن دي خمسه مصابين اكتر بنت عندها 5 6 سنين معاها ست يعني حامل كده وفي 3 شباب هم دول المصابين فعلا ضمنهم محمد وصاحب العربيات اصلا كان رايحين ناحيه اتجاه حين العصير ما لحقش يروح وصاحبه اللي معاه هو اللي خد يعني الصدمه كلها دخل كله في جسمه وده اللي احنا يعني الشرطه جت بسرعه والاسعاف؟ يا حضرتك الاسعاف اتواجدت الاول الشرطه جت يعني كان انفجار 12 الى 3 12 الى ربع بالظبط 12 الى 3 12 الى ربع كنت اعوذ بكلمه انا كنت شاهد عيان وفي اثنين كانوا محل البرفانات كان شاهد عيان معايا واحد تاني برضك في الشارع شاهد عيان معانا برضك حاجه شظايا من الانفجار لان دوت حضرتك لو هو يعني واحد حاططها ويقف استنى ده مش هيبقى موجود لو صاحب العربيه مستحيل هيرجع للعربيه تاني مستحيل مش حضرتك لان صاحب العربيه اللي معاه اتبهدل لو العربيه ذات نفسها اتبهدلت كانت اتقطعت يمكن حضرتك انا بقول لك السور اتخلع من مكانه من الارض خالص نهائي فالسور اجمد من العربيه حديد يعني الحديد بتاع السور كتله واحده اتقل من العربيه يبقى ازاي تتفجر وتتقطع والعربيه ما تتقطعش يبقى جنب السور حضرتك وكان من السور من الداخل ما كانش من بره لان مع قطع الحديد كسر الحديد كان لجوه ما كانش للداخل كده كان للشارع كان بره الشارع حضرتك يعني السور كده الانفجار كان من جوه لان الحديد تاني لبره حضرتك ما طلعش لجوه حتى ما معاينه مباحث جنائيه شافوا بعينيهم الحديد تاني لبره ما طلعش لجوه ده اللي حضرتك اللي احنا شفناه بعينينا اللي اي واحد يقول كان 13 16 20 ده بالصح الحاجه الثانيه يقول صاحب العربيه ده بالصح برضه الحقيقه اللي لو العربيه اصلا كانت انفجرت لو صاحب العربيه ما كانش رجع لها تاني حضرتك في